الراحه من خلال تهيئه الكره الارضيه واستبان ذلك حكم هذه المباراه يا الاعزاء. يعلن عن النهايه، يعلن عن فوز فريق النادي الفيصلي على شباب الاردن بهدف مقابل لا شيء. احرز اللاعب المايسترو عسون الشيخ في الدقيقه 88 من عمر هذه المباراه ليفوز ببطوله درع الاتحاد للمره السابعه في تاريخه، واولى بطولات هذا الموسم كانت زرقاء اللون بلون عيون البها بالنسبه لفريق النادي الفيصلي من خلال اولى بطولات هذا الموسم، بطولات درع الاتحاد، البطوله التي حملت اسم المرحوم الزبل الخوالد الحارس حارس مرمى فريق النادي الفيصلي، والبطوله تقدم له كهديه، رمز الوفاء، رمز العطاء لهذا الحارس الوفي، الحارس الذي كان من الحراس المتميزين. الفيصلي بهذه الصورة التعبيرية، بهذه الصورة التي لن تنسى، وتقديم هذه البطولة هدية للمرحوم الزبل الخوالد كتقدير للدور الكبير الذي لعبه هذا الحارس والذي انتقل إلى رحمته تعالى في 25 من هذا الشهر إثر حادث مؤسف. بطبيعة الحال بعد قليل سنبدأ بمشيئة الله مع مراسم تتويج بطل بطولة درع الاتحاد لهذا الموسم والوصيف فريق شباب الأردن الذي نقول له هارد لك، لكن له كل التحية والتقدير على أدائه وعلى عطائه وعلى روحه الرياضية العالية وعلى الجهد الكبير الذي بذله من خلال هذه البطولة والروح الرياضية العالية التي اتسم بها هذا اللقاء بين كلا الفريقين. الفيصلي النادي صاحب الأمجاد، صاحب الإنجازات وصاحب الأرقام القياسية، بطل الدوري 31 مرة، وبطل كأس الأردن 14 مرة، وبطل كأس الكؤوس 12 مرة، وبطل درع الاتحاد مع هذه البطولة 7 مرات. البطولة أعتقد أنها من البطولات الأغلى على قلوب لاعبي، وهي درع المرحوم الزبن الخوالد. إذا اللاعب عبد الإله الحناحني صانع هدف الفوز من خلال الكرة العرضية الجميلة التي هيأها بالمقاس على رأس حسون الشيخ. إذا التحضيرات للقيام بمراسم التتويج، وهي ستكون إن شاء الله أيضا على قنوات الجزيرة الرياضية أولا بأول كتقدير واحترام ومتابعة لكل صغيرة وكبيرة، والجمهور العريض الذي يحمل بالأحرف اسم الحارس المرحوم زبن الخوالدي، وتحية للحارس الكبير المؤدب الجنتلمان لؤي العماير أمامنا مباشرة، أحد حراس مرمى المنتخب الوطني بجانب شقيقه حارس المرمى الكبير عامر شفيق. طبعا الجميع أخوة، الجميع متماسكين مترابطين متعاضدين من أجل تقديم المستوى الأفضل للكرة الأردنية. طبعا البطولة لن تنسى بهذه الصورة الجميلة وبهذه اللقطات المعبرة، اللقطات التي لن تنسى، ووالدة المرحوم زبن الخوالد. وهنا طبعا نستعد أيها الأعزاء لمراسم التتويج من خلال مراسم أنيقة بإدارة مدير التسويق في الاتحاد الأردني لكرة القدم اللاعب الدولي السابق مهند معادي، الذي كان أول لاعب عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي من خلال بطولة النخبة العربية، وهو أمامنا مباشرة مهند معادين الذي قام بالترتيب والتنسيق لمراسم التتويج من خلال جهود أنيقة إن شاء الله مع بقية زملائه في الاتحاد الأردني لكرة القدم. إذا أيها الأعزاء سنكون هنا بطبيعة الحال الشيخ سلطان عدوان رئيس النادي الفيصلي، رمز من رموز كرة القدم الأردنية كلاعب، كرئيس اتحاد، كرئيس للنادي الفيصلي، كشخصية مؤثرة
في بناء كرة القدم الأردنية له كل التحية والتقدير، وكل التحية والتقدير أيضا لكل الشخصيات الرياضية التي تساهم في رفعة وبناء كرة القدم. هناك الجمهور ينتظر مراسم تتويج بالنسبة لصاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، والميداليات التي ستكون لحكام هذه المباراة، والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني، وكذلك الميداليات الذهبية والدرع لصاحب المركز الأول. طبعا البطولة هي بطولة أولى، جائزة المركز الأول 20,000 دينار أردني، وأسرة نادي شبل الأردن تتقدم بأحر التعازي والمواساة للأسرة الرياضية لوفاة المرحوم زبل الخوالدي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هناك اهتمام كبير بالنسبة لمجموعة المناصير الشركة الراعية من خلال وجود المهندس معين قدادة نائب رئيس هيئة المديرين، وطبعا تقديم الجوائز الخاصة من خلال مراسم ختام هذه المباراة. بطل الدرع المرحوم زبل الخوالدي حارس مرمى فريق النادي الفيصلي. طبعا سنبدا اولا مع حكام هذه المباراه، وبعد ذلك اعضاء فريق شباب الاردن الفائزين بالمركز الثاني، نقول لهم كل التحيه، كل التقدير، كل الاحترام على هذا الاداء الطيب الذي قدموه من خلال اولى بطولات هذا الموسم، موسم 2011-2012 بالنسبة لكرة القدم الأردنية. الحكام الذين أداروا هذه المباراة بكفاءة عالية حقيقة، لم يكن هناك أي أخطاء تذكر أو أخطاء مؤثرة تذكر. حكم الساحة سليمان دلقة، والمساعد الأول عيسى عماوي، والمساعد الثاني أحمد الرويلي، والحكم الرابع محمد عرفي، ومراقب الحكام الحكم الدولي المتقاعد سليمان أبو الهيج. طبعا ميداليات تقديرية لطاقم الحكام الذي تولى إدارة هذه المباراة، المباراة النهائية لدرع المرحوم زبل الخوالد. طبعا وجود الدكتور محمود أبو عريضة كنائب عن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بوجود السيد سليم خير رئيس نادي شباب الأردن، بوجود السيد معين قدادة نائب هيئة المديرين في الشركة الراعية، نجوم وأعضاء فريق شباب الأردن، وطبعا الشيخ سلطان عدوان وتقليد لاعبي فريق شباب الأردن الميداليات الفضية. طبعا هناك جهد كان كبير من نجوم فريق شباب الاردن من اللاعبين حارس مرمى احمد عبد السبطار، محمود ابو عريضه، احمد محمد، يوسف النبر، عدي زهران، نبيل ابو علي، علاء الشكران، عاطف جنيات، محمد الحموي، عدي الفر، محمد خير، احمد عود الصالح، وكذلك عوض راغب. على مدار اكثر من ساعه ونصف من احداث هذه المباراه، أحمد محمد اللاعب النيجيري المحترف أعتقد أنه أيضا كان من نجوم هذه المباراة، المباراة النهائية لبطولة الدرع، درع المرحوم زبن الخوت. الفيصلي الذي يسترد هذه البطولة، بطولة الدرع، كان قد فاز باللقب لأول مرة في أول نسخة لها في عام 1981، وبعد ذلك فاز بالبطولة في 87 و91 و92 و97 و2000 و2009. طبعا فريق النادي الفيصلي هو أول فريق يقيم مباراة اعتزالية كانت لنجمه الكبير النجم محمد عوض في عام 1972، الذي نتمنى له الشفاء إن شاء الله كأول مدرب أردني يفوز بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في الدورات العربية، دورة عام 97 في بيروت،
دورة الحسين في عمان في عام 99. الجهاز الإداري والتدريبي لفريق شباب الأردن بقيادة المدير الفني المدرب السوري السيد عماد الضعب، والبقية الباقية من أعضاء الجهاز التدريبي: المدرب محمد سعيد يازجي من سوريا، مساعد المدرب محمود الحديد، مدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، المعتز بالعلاج الطبيعي عمر أبو لاوي، ومدير الفريق وائل ألبن. الآن مع فريق النادي الفيصلي والنجوم الكبيرة حسون الشيخ وحاتم عاقل ومحمد خميس ووسيم لبزور وشريف عدنان والميداليات الذهبية من المهندس معين قداد، والنجوم البقية هناك عصام بيضين، مؤيد أبو كشك، مهند البحارمة، وكذلك هناك عبد الإله الحناحلي، والبقية الباقية من نجوم فريق النادي الفيصلي، وكذلك تقديم العزاء لشقيق المرحوم زبن الخوالد، والبقية الباقية من نجوم فريق النادي الفيصلي. هناك كان على مقاعد البدلاء عبد الهادي المحارمي الذي شارك في اللحظات الأخيرة، إبراهيم الزواهري، عبد الله العطار، عمر العوايش، عصام بيضين الذي شارك في منتصف الشوط الثاني، معن أبو قديس الذي حمل رقم 4، والحارس البديل لبلال أبو لاوي نور الدين بني عطية الذي كشف عن مستوى طيب. طبعا هناك المدير الفني العراقي السيد ثائر جساب يتوج بأول لقب في هذا الموسم، وهناك على مستوى فريق النادي الفيصلي أيضا المدرب هيثم الشمور، مساعد المدرب فراس الخلايلة، ومدرب حراس المرمى وليد أبو حميد، ومدير الفريق السيد ثامر العدوان، والمختص بالعلاج الطبيعي شادي عاصي. والآن مع الدرع، درع المرحوم زبن الخوالد لفريق النادي الفيصلي عن جدارة واستحقاق. إذا الدرع الذي سيكون من أغلى البطولات يتسلمه كابتن الفريق حسون الشيخ. إذا الدرع المرحوم حارس المرمى زبن الخوالد، وتقديم وفاء وعرفانا واحتراما وتقديرا لأسرة حارس المرمى المرحوم زبن الخوالد، له الرحمة. لأن هذه البطولة هي البطولة الأغلى، البطولة الأثمن، البطولة التي لن تنسى، ولغة الوفاء لغة الأقوياء دوما تقدم للناس الطيبين. وكان طيب المعشر، طيب المحضر، أنيق الحضور المرحوم الحارس زبن الخوالد. أيها الأعزاء، بهذه الصور نأتي إلى ختام هذه البطولة، أولى بطولات موسم 2011-2012، بطولة درع الاتحاد التي أطلق عليها اسم درع المرحوم زبن الخوالد، كرة القدم الأردنية باكورة بطولات موسم 2011-2012. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه المباراة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.